السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مرة أخرى في لاشين ديالنا اي تي كورسز اتش اي. اليوم إن شاء الله غادي نكملو على الدرس اللي بدينا كنشرحوه سيستم ديكسبلوطاسيون اوبن سورس لينكس. الفيديو اللي قبل درنا واحد لاتخوديكسيو على سيستم ديكسبلوطاسيون اوبن سورس لينكس. هاد الفيديو إن شاء الله غادي نهضرو فيه على لي كوموند سو لينكس. أول كوموند غادي نبداو بها هي cd change directory permettre de naviguer dans les répertoires, يعني changer votre emplacement entre les répertoires. هاد cd هادي كديرنا الخدمه ديال اننا كنمشيو مثلا لي كندخلوا لي دوسي. مثلا انا في واحد الدوسي بيرسونيل بغيت ندخل لواحد الدوسي اخر، كيخصني ندير هاد لا كوموند cd. اوكي، هنا كاين الى درنا cd بوحدها، cd entrée permet de revenir au répertoire personnel، يعني cd بوحدها كتردني للدوسي بيرسونيل واخا نكون فين ما كنت درت cd كنرجع للدوسي بيرسونيل. cd دو بوين permet de remontrer au répertoire parent، يعني الى درت cd دو بوين كتردني للدوسي اللي قبل، كما كنا شرحنا الفيديو اللي قبل دو بوين هي دوسي بارون. cd espace slash user slash lib on se place dans le répertoire slash user slash lib. يعني لدرنا درنا هاد لا كوموند ديال cd slash espace slash user slash lib غادي تحطنا نيشان في الدوسي lib. cd image on se place dans le dossier image. مثلا حنا في بيرو وبيرو عندنا فيه واحد الدوسي سميتو image بغينا ندخلو ليه، كنديرو cd espace image. دابا غادي نمشيو ونطبقو هاد سي دي هادي، نديرو البراتيك ديالها في فيدورا. باش كنجبدو التيرمينال كندخلو لابليكاسيون، كنجيو لأوتيل سيستيم، كنجيو تيرمينال، هي فين غادي نبقاو نكتبو لي كوموند ديالنا. هانتوما كيما كتشوفو هاديك اللي كنا شرحنا في الفيديو اللي قبل، هي عندنا فيدورا اروبا سيرفر تيلدا النوم ديال لوتوريزاسيون دولار، يعني انا غادخل ب يوتيليزاتور نورمال. مثلا بغيت نرجع لاراسين كندير cd اسباس سلاش، انا تحطيت في لاراسين. مثلا كندير cd لاراسين، انا عارف فيها واحد الدوسي سميتو هوم، كندير cd اسباس هوم كيحطني في الدوسي هوم. مثلا انا بغيت ندخل الدوسي بيرسونيل ديالي، كندير cd بوحدها كيردني الدوسي بيرسونيل. مثلا الدوسي بيرسونيل عندي فيه واحد الدوسي سميتو بيرو، كندير بيرو كتكتب بي ماجيسكول، كندخل ليه هو دخلت للبيرو. هادو هما الاستعمالات ديال سي دي. مثلا بغيت نرجع للدوسي اللي من فوق بيرو، يعني البارون، كندير سي دي دو بوان اونتري كيردني الدوسي اللي قبل. هكا غادي تكونوا فهمتوا شويه سي دي، ومن بعد غادي نبقاو نستعملوها نكريو دي فيشي. La commande tchania est pwd. Pwd permet d'afficher le chemin absolu de répertoire. Had pwd هي كتعطينا فقط لو شومان ابسولي دو ريبيرتوار، يعني عندنا واحد دخلنا لواحد الريبيرتوار بغينا نشوفوا الشيما ديالو فين كاين، يعني هو شنو هي الشيما باش نتبعوه باش نوصلوا ليه، كنديروا pwd. مثلا انا دابا في الدوسي بيرسونيل غندير بي دبل في تي، ها هو عطاه ليا الشومان ابسولي ديالو هي سلاش هوم سلاش فيدور، حيت النوم ديال لوتيليزاتور هي فيدور. مثلا غادي ندخل سي دي
Biro. On va dire PWT. Ah, il y a ta chaleur, slash home slash fedora slash bureau. Mais on va dire slash. Maintenant, on va dire cd. On va dire cd espace de point. On va dire atteigner. Maintenant, on va dire atteigner. On va dire PWT. PWT. هو كيعطيني سلاش هون كيعطيني الشوما فقط الشوما ديال داك الدوسي اللي حنا فيه كيعطيني الشوما ابسولي ديال سوا هادشي لا كوموند اللي من بعد هي امكادير ميك ديريكتوري كرياسيون دان ريبيرتوار امكادير بيرميت دو كريي دي دوسي او ريبيرتوار اكزامبل mkdir espace musique mkdir espace photo espace vidéo mkdir الخدمه ديالها هي انها كتكري لنا لي دوسي يعني عود من كليك بوطون دغوا وندير نوفو دوسي كندير mkdir كندير espace وكندير السميه ديال الدوسي اللي بغيت نكري ولا كندير mkdir espace السميه ديال الدوسي الاول اللي بغيت نكري و espace السميه ديال الدوسي الثاني اللي بغيت نكري شوف نشوفوا هذا الشيء في براتيك مثلا انا دابا في هوم غادي ندير سيدي باش يبان لكم وغادي ندير سيدي وغادي ندخل البيرو باش نوريكم دوك اللي كيتكريو مثلا غندير ام كادير اسباس ميوزيك انا دابا تكريا ليا اسم ما كانت حتى شي حاجه هو دابا ولا باغي نكري جوج ديال لي ريبيرتوار او ميم طون كندير mkdir فوتو او فيديو غادي ندير اونتري غادي تكرياو ليا جوج ها هو الاخر اللي جيتو غتلقاوه هنا الفوق شفتوه ها هو ها فيديو ها فوتو وهذه نقدر نكري بها بزاف يعني ماشي غير سميتو نقدر ندير ما لا نهايه يعني غير هما كيتشكريو ليا كاملين في واحد لو نيفو مثلا كاملين غيخرجوا ليا في بيرو بغيت نكري واحد دوسي وسط ميوزيك اش غادي ندير غادي ندير سي دي غادي ندخل الميوزيك وغادي ندير ام كادير مثلا غادي ندير جاز كريالين الى جيت هنا ودخلت غادي نلقى ها هو تكريا سميتو جاز هاد ميوزيك ندخل عاوتاني للجاز ندير سي دي جاز دخلت ليها دابا غادي نبغي نشوف الشوما ابسولي ديال هاد الجاز غندير بي دبل في تي اللي كنا درنا قبيله غير عطيتكم باش تعرفوا بلي راه كيعطي شتي سلاش هوم سلاش فيدورا سلاش بيرو سلاش ميوزيك سلاش جاز هكايا كنكونو سالينا عاوتاني مع ام كادير غنشوفو لوبسيون اللي كاينه في ام كادير اوكي ام كادير موان بي يعني كنزيدو ليها لوبسيون موان بي permet de créer des arborescences. يعني الا درت mkdir بوحدها اسباس لونو كان كري بها ان فيشي ولا دو فيشي ولكن كيكونوا في وسط واحد الفيشي يعني باش نكري واحد لاغبوغيسونس واحد الشجره ديال لي دوسي كنكريها ب mkdir موان بي باغ اكزومبل هنايا mkdir موان اسباس موان بي اسباس كورسز سلاش ستاج سلاش دوكس espace courses slash linux slash server espace courses slash math يعني هاد mkdir موان بي يعني هاد لا كوموند هادي اللي درت الا درتها في براتيك كيفاش غادي تخرج ليا غادي تكون courses يعني واحد دوسي courses فيه ثلاثة ديال لي دوسي ستاج او لينكس او مات وعاوتاني ستاج غادي ندخل ليه غادي نلقى فيه docs و
لينكس غنخلي غادي نلقى فيها سيرفر ومات ما غنلقى فيها والو حيت ما مكري فيها والو. اوكي غادي نمشي وغادي نطابيو هاد لا كوموند هادي غادي نطابيوها في براجيك وغنشوفو واش غتخرج لنا بحال هكا ولا ما غاديش تخرج لنا بحال هكا. اوكي غادي نرجعو للبيرو سيدي دو بوان دو بوان غادي تردنا سميتو تردنا الميوزيك غنعاودو نديرو دو بوان دو بوان باش نكونو في البيرو. اوكي غادي نديرو ام كادير اسباس موان بي اسباس كورسز سلاش ستاج سلاش دوكس اسباس كورسز سلاش لينكس سلاش سيرفر اسباس كورسز سلاش مات. اوكي غادي نطابي هادي هي الطاباج. دابا غادي نمشي وباغي هانتي لا كوموند غادي نمشي نقلب واش تكوبا ها هو كورسز تكوبا غادي نخليه غادي ثلاثة ديال لي دوسي لينكس مات ستاج. لينكس لا دخلت ليه غنلقى فيه سيرفر مات لا دخلت ليه ما نلقى فيه والو و ستاج الى دخلت ليه غنلقى فيه دوكس. اوكي هكا غادي نكونو سالينا درسنا ديال اليوم. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا هاد لي كوموند. مهم حاولوا ديروا تمارين راسكم يعني كريي بزاف ديال لي دوسي ما كيهمش شحال ديال لي دوسي كرييتي ومن بعد سيبريميهم وعاود كتب وعاود سيبريمي تتشد هاد لي كوموند مزيان وركز على ام كادير موان بي يعني الا كان واحد الدوسي هو لا غاسين ديال داك لا بويسونس خصك ديما ديرو هو الاول كما كتشوف عندي هنا درت كورسز هي الاولى هنا درت كورسز هي الاولى وهنا درت كورسز هي الاولى حيت كاملين دوك لي دوسي اللي بغيت من بعد بغيتهم يدخلوا ليا في كورسز. نتمنى ان الدرس ديال اليوم يكون استفدتوا منه ويعجبكم. حتى الدرس الجاي ان شاء الله. Looking up, open the park.